كافيين معكم. بدي رحب بضيفنا بالاستوديو له رمضان كريم عمر اليمن. اهلا وسهلا فيك. أهلا. رئيس جمعيه الغرفه الفتيه الدوليه بصيدون. بالبدايه عمر بدنا نحكي عن هالجمعيه اللي عم بتقدم كثير يمكن مشاريع ومش بس يمكن بصيدون بعده مناطق منتشرين. شو هي هذه الجمعيه جمعيه الغرفه الفتيه الدوليه؟ ايمتى تاسست وشو اهدافها؟ اوكي خليني بلش. هي جمعية اسمها JCI سايدون جونيور تشامبر انترناشونال الغرفة الفتية الدولية. نعم. وهي جمعية تأسست سنة 1915، السنة اللي قلطت كنا عم نحتفل بعيد المية. تأسست بسانت لويس أمريكا. نحن بنشتغل على أهداف الإنمائية المستدامة، يعني الأهداف يلي هي خاصهم بالأمم المتحدة، لأنه في اتفاقية تعاون مع اليون من سنة 1954. فكل مشاريعنا وكل إيفنتس وكل شيء بنعمله هو تحت إطار الأهداف الإنمائية المستدامة. مرتبط باليون. مرتبط باليون، يعني أوكي. نفس الأهداف تبعولنا. في نحن عنا ميشن وعنا فيجن. الميشن تبعيتنا هي تأمين فرص إنمائية للشباب اللي عمرهم بين 18 و40 سنة من خلال بروجكتس ترينينجز، من خلال إيفنتس، من خلال كامبينز، و حتى يقدروا يخلقوا تغيير ايجابي بمجتمعاتهم. الفيجن تبعنا من ال 14 لل 40؟ من ال 14 اي من 18 لل 40. 18 لل 40. 18 لل 40. اوكي. وفي عندنا الفيجن تبعنا يلي هو انه نقود اكبر شبكه شباب فاعلين حول العالم. فعلا نحن اكبر شبكه شباب، حيث انه بنضم تقريبا اكثر من 250 الف منبر مسجل رسمي بالجي سي اي بالعالم، وفي تقريبا 11 مليون شخص تخرجوا من الجي سي اي من لما تاسست تحديد هلا. نعم. نحن موجودين بصيدا من سنة 2012 وموجودين بلبنان من سنة 2005، ونحن عبارة عن 3 فروع بلبنان، بصيدا، ببيروت وبالأيوبي. حلو كثير. طيب عم بتقوموا بنشاطات بيه كمان كالتبرع بالدم وفحص العيون، نشاطات انمائيه وتربويه. نحن اكيد نحن قمنا هذيك السنه باكثر من عمل طبي، وهو حمله تبرع بالدم سيف 100 لايفز بتعاون مع جمعيه اسمها دونيسون كونتي، بعتقد بتعرفوها دي اس سي. كانت لاول مره عم بتقوم بهيدي الحمله بصيدا، حيث انه كان في تقريبا فوق ال 110 متبرعين بصيدا. هيدي السنه حنكررها كمان نفس الشيء، حتكون بشهر 7. كمان قمنا بحمله بالتعاون مع بنك العيون بصيدا. هيدي الحمله كمان شملت تقريبا 300 طفل، مثل كان في اي تيست وفحوصات طبيه وتامين نظارات للاطفال مجانيه للفقراء، للناس اللي بحاجه. نعم. كمان قمنا بتريننج توعيه عن كمان كل شيء خاصه بالهيلث والطب والطب. نعم. هلا نحن يعني الاهداف اللي بنشتغل عليها تبعا لحاجه المجتمع، يعني نحن عم نقوم باشياء طبيه ساعات وامرار اشياء صحيه وتربويه حسب حاجه المجتمع. يعني بصيدة. مثلا عم تحضروا لامسيه شعريه موسيقيه خلال شهر رمضان، وبعود رائعة لهذه الأمسية إذا بدك للتبرع بالدم. أي مزبوط. صحيح؟ مزبوط. حيكون في أمسية شعرية لحملة التبرع بالدم. مزبوط. حيكون في أمسية شعرية وموسيقية، حتكون ب 25 حزيران، بكون 20 رمضان. نعم. بكافيه اسمها مازونات بصيدا. حيكون ريع هيدا السحور يلي حيكون موجود لحملة التبرع بالدم، يلي حتكون كمان بالتعاون مع دي اس سي، حتكون موسعة، حتكون عبارة عن 5 أيام بشهر 7، 5 أماكن عامة. بشهر 7 حيكون في كمان مثل دورات توعويه عن التبرع بالدم، مش بس يعني في تشيك بوينتس العالم عم تتبرع بالدم، عم ببلش يعني التحضير لحمله التبرع بالدم. مزبوط. اوكي بيرفكت. اسم الله عليكم، يعني منتشرين وين ما كان وعم تشتغلوا على عده اصعده وعده نشاطات. طب بكره شو في؟ اوكي بكره في ورشه عمل. أوكي. ورشه عمل هي على هول الصور اللي عم نشوفهم. شو هيدي؟ للتريننجز، من ضمن التريننجز البيرسونال ديفلوبمنت بنقوم فيها، لانه نحن عندنا كمان مش بس عندنا ايفنتس وكامبينز وبروجكت، كمان امرار بنقدم تريننجز بتنمي الشباب، يعني كل السكيلز تبعيتهم بتنميهم، بنجيب ترينرز بقدمه من فتره للثانيه هودي التريننجز. بس هذا التريننج اللي قلت كان اباوت سيلف ماركتينج، كان عم بقدمه ترينر مختص. اوكي طبعا. وهيدا بخصوص الورشه بكره، هي ضمن حمله
عم نتعاون فيها مع مركز الأمم المتحدة للإعلام يونيك بيروت وبدعم من تجمع المؤسسة الأهلية بصيدا وهي في عدة ورش عمل. هذا اللي عم نحكي بكرة؟ بكرة اللي بكرة هي هيدي الحملة بتبلش بورشة عمل يلي حتكون بكرة. هيدي الورشة هي حتتضمن أو بتتمحور عن هدف رقم 11 وهو من بين أهداف ال 17 يلي عن Sustainable Cities and Communities بناء مدن ومجتمعات مستدامة. حيقدموا هيدا الوركشوب تو ترينرز من اليونايتد نيشنز، أستاذ أديب نعمة وهو مستشار الإقليمي مختص بالـ SDGs من الأسكوا، وفي عنا كمان الأنسة سكينة النصراوي كمان هي مختصة من الأسكوا. حيكون عم بقدموا ورشة عمل على مدى ساعتين، على مدى 4 ساعات من الساعة 9:30 ورشة عمل عن شو؟ عن خلق مدينة ومجتمع مستدام هي هدفها الجمعيات، فنحن دعينا كل الجمعيات بصيدا والجوار تكونوا حاضرين، وتقريبا هي هدفها كل الناس يلي تعنى ببناء المجتمعات، كل الناس الناشطين بالمجتمع المدني، يعني كمان individuals. يعني مشروع فينا نقول كبير، مشروع كبير لأنه هو حملة. يعني خلصنا من هيدي الورشة، في ورشة تانية كمان حتكون مع غرفة الصناعة والتجارة تابعة لألا يعني؟ كمان ايه. اوكي، بغرفة الصناعة والتجارة كمان هدفها فئة الناس يلي خاصهم بالانتربرينورز، يعني ناس الانتربرينورز، ناس اللي خاصة بالتجارة بالبزنس بالإيكونومكس، عن هدف رقمه 8 اللي هو Good Jobs and Sustainable Economics. وهي هيدي الحملة هي مقسمة لعدة ورش عمل. كمان بنكفي كمان للشيء بينعطى للجامعات والمعاهد ومدارس، بينعطى أول العام المقبل الدراسة. فهي شو اللي بتنعطى اللي النتائج اللي عملوها؟ لا اللي هي الورش العمل حتنعطى لكمان المدارس والجامعات والمعاهد اول. واو حلو كمان. اوكي واو كثير حلو. فاذا انتم لمين عم توجهوا بهذا الشيء؟ بالنشاطات اللي عم تعملوها ولكن عم تحكي غرفه التجاره والصناعه؟ مين كمان؟ هيدي الحمله موجهه لكل الفئات والجمعيات. عشان هيك نحن استقصدنا انه يكون في الجمعيات لهم دور، لانه لهم دور ببناء المجتمع. الناس الخاصه بالبزنس والتجاره والايكونومكس، يعني انتم كمان ممكن تكونوا عم تدعوا هالاشخاص ليشاركوا معكم. لكل الاشخاص اللي حابه فيها بتقدر تشارك معكم، فيها تقدر وتشارك وتتسجل وتكون كمان ممبر معنا او تحضر وتكون فعلا. مين يعني هن الانتربرينور واللي حيالله انسان عم بيحاول يفتح شغل جديد؟ مزبوط كمان بيدخل طيب كيف بيقدروا يشاركوا معكم؟ ماشي، بكل بساطة يتواصلوا معنا على رقم التليفون اللي ما بعرف إذا كان محطوط على الشاشة، أو يفوتوا على JCI Sidon فيسبوك بيج، ممكن يتواصلوا معنا دغري بلاقونا. الإيميل تبعنا بكون موجود، كمان في JCI Lebanon فيسبوك بيج ممكن كمان يتواصلوا. مجرد ما إنه يتواصلوا دغري يعني بكونوا دغري انفولف بكل شيء عم نعمله، بيعرفوا كل شيء في تفاصيل أكثر. يمكن مزبوط. عن الموضوع حيكون في نشاطات أخرى مستقبلية كمان ومشاريع؟ حنكون عم نجهز لأكثر من تريننج بالفترة اللي جاية. حيكون في كمان إن شاء الله برمضان، بس لسه بعدنا عم نرتب. بسم الله عليكم رمضان، يعني برشتوه على الآخر. في إفطار لأيتام وناس عندهم حالات خاصة كمان، بس هو بعده عم بيتحضر ويتنسق، بس إن شاء الله حيكون بآخر رمضان. تمام. وبدي أذكر على فكرة من ضمن الشعراء اللي حيشاركوا بالأمس الشعرية هن زهرة مروة ومحمد ناصر الدين، وكمان في بلال الزين كمان. حلو كتير. هيدا اللي عم نقول الأمس الشعرية والموسيقية خلال شهر رمضان بيعود رايعة لحملة التبرع. حملة التبرع اوكي. هيدا ايمتى رح تكون؟ هيدا حتكون الحملة بشهر 7. بشهر 7 يعني. والأمسية ايمتى بتصير؟ ب25 حزيران. هلا تمام بهذا الشهر. فإذا أكيد شو بتحب تقول كلمة أخيرة؟ رح نبدا نتشكرك. أول شيء ثانك يو لكم، وبدي أشكر يونيك بيروت لأنه كثير عم نشتغلوا على أمل إنه نكفي هذا التعاون، لأنه لأول مرة عم نتعاون على الصعيد المحلي. يعني أوكي في اتفاقية تعاون مع اليونايتد نيشنز على الصعيد العالمي، بس لكن أول مرة عم نتعاون على الصعيد المحلي. وبدي أشكر كمان أستاذ ماجد حمدته هو رئيس التجمع المؤسسة الأهلية بصيدا، لأنه كمان حط جهود حتى تنجح أكيد الورشة. يعني بالنهاية هيك أعمال كبيرة إلا ما يكون في وراها ناس كتار عم يحاولوا يدعموها وينجحوها. نحن كمان نتشكرك لألك اللي عم تنقل هذه الصورة وكل الأعمال اللي موجودة، ويعطيكم ألف عافية. رح نتوقف مع بريك، من بعدها عالم صباح.